process. في أربع كومبوننتس بتحدد الدماغ، إحنا لسه عم نحكي عن الدماغ. لأن أربع كومبوننتس، حكينا أول كومبوننت كان حكينا الـ arrival rate، عرفناها الـ percentage of the building population arriving for lift service أو elevator service. أحمد نضال سأل السؤال المرة الماضية، إذا percentage سميها of building population، يا منقول arriving في service أو requiring service. أو busiest in the busiest 5 minutes. وهي بتحل لنا مشكلة إنه الترافيك هو incoming ولا outgoing ولا interfloor. خلص حكينا requiring elevator service، فمش شرط إنه يكونوا entering the building أو leaving the building. هاي بتحل هاي المشكلة وعرفناها إنها the busiest 5 minutes. الكومبوننت الثاني للإليفيتر ديماند هو طبعا البيلدينج بوبيليشن، لأنه هاي احنا عرفناها ك برسنتج. فعندي البيلدينج بوبيليشن اللي راح نرمز لها بالرمز يو، وهي نمبر اوف يوزينج، ممكن نقول او نقول اوكيباينج حسب طبيعة العمارة. حسب طبيعة العمارة هو عدد الناس التوتال اللي بسكنوا بالعمارة، بيجوا بيستعملوها، مش شرط يكون يسكن أو حسب الهاي، ممكن يكونوا مراجعين، ممكن يكون مستشفى، حسب طبيعة الهاي. الكومبوننت الثالث هو ترافيك ميكس. ترافيك ميكس اللي هي الميكس ما بين، اعتذر تفضل يعني فيك تفضل تاخذ وقتك دقيقة بدون ما ازعجك. ترافيك ميكس، إذا الترافيك ميكس راح يكون mix of interfloor traffic, inter-entrance traffic, incoming, outgoing. هذا طبعا الميكسز المختلفة ممكن يكون في عليها ديماند مختلف على العمارة، راح تكون شديدة على العمارة أو خفيفة على العمارة حسب الميكس اللي مختلف. حكينا احنا الانتر انترانس عادة بنهمله، في معظم الوقت بكون عندنا ميكستر اوف انكمينج اوت جوينج وانتر فلور، راح تكون البرسنتجز لما بجمعهم مجموعهم راح يكون 100%. والشيء الرابع والاخير وهذا له اثر بس احنا مش راح ناخده في البدايه بعين الاعتبار، عمليه الارايفل بروسيس مش ديترمينستيك. اذا عندي هون ستوكاستيك او راندوم، راندوم ارايفل بروسيس يعني وصول الباسنجرز ما راح يكون واحد على لامدا. احنا بتتذكروا هون قلنا حولنا من اي ار، نطلع على العامل الاول، قلنا لامدا بتساوي اي ار والعالم العامل الاول، ضربناه في يو اعطتني بي بير 5 مينتس، ولما قسمناها على 300 سكندز بير 5 مينتس اعطتني هاي وحدتها باسنجرز بير سكند. هاي اللامدا هي passengers per second، لو اخذت واحد عليها راح تكون الانتر ارايفل تايم اللي هو دلتا تي راح يكون واحد على لامدا، واذا هاي وحدتها passengers per second دلتا تي راح يكون وحدتها سكند. فلو الناس عمالهم بوصلوا passenger ورا passenger deterministic يعني مش random مش probabilistic، راح يكون عندي وصول الناس راح يكون هون passenger
وبعد واحد على لامدا سكند رح يوصل كمان باسنجر، وبعد واحد على لامدا رح يوصل كمان باسنجر، وهكذا. الحياة مش هيك مزبوط؟ ايش لامدا؟ لامدا هي افرج. ففي الواقع ما رح يكون هم واحد على لامدا. لو راقبتم لفترة طويلة جدا واخذت الافرج رح الاقي انه الزمن ما بين وصول باسنجر ووصول الباسنجر الثاني هو واحد على لامدا. اذا الارايفل بروسيس هون مش ديترمينستيك. في الواقع رح نلاقي انه عملية الارايفل احد المودلز اللي بتوصفها حتى نقدر نعملها جنريشن هو الاكسبوننشال انتر ارايفل تايم. في شيء اسمه البروبابيليتي density function اللي بوصف لي الاشياء راندوم اللي كيف بتصير. فهذا الفاريبل مش كونستانت، لانه لو انه كونستانت، لو هذا الفاريبل كونستانت كان بوصفه حسب البي دي اف. فبقول انه هذا عماله بقول لي انه الاحتمال انه يكون الفاريبل هذا قيمته واحد على لامدا لو انه ديترمينستيك هو قديش؟ واحد. الامبلس قديش عرضه؟ زيرو. قديش ارتفاعه؟ انفينيتي. والاريا تحته؟ واحد. اوكي، فهذا بقول لي البروبابيلتي واحد ان يكون الفاريبل هذا مساوي لواحد على لامدا. بس هذا مش الواقع. الحقيقه انه هذا الفاريبل في احتمال كبير انه يكون قريب من الزيرو، وفي احتمال اقل انه يكون اكبر واكبر. وهذا احسن وصف للعمليه هاي. راح نشوف بعدين كيف راح نقدر نستعمل هاي حتى نعمل جنريشن لايفنتس لراندوم ايفنتس. لانه لما بنعمل سيميليشن، اذا بدي اعمل سيميليشن لاي بروسيس يكون عندي الموديل اللي بيمثل الارايفلز. هذا اسمه اكسبوننشال انتر ارايفل تايم. لاحظين كيف اكسبوننشال اي تو ذا ماينس شيء في تي او اي تو ذا ماينس تي على فاريبل معين، وراح يكون اي تو ذا ماينس لامدا تي.